مدينة العالمين الجديدة جوهرة البحر المتوسط. بعد النجاح الكبير لمهرجان العالم عالمين، ناس كتير بتسأل ازاي نقضي يوم او نقضي اجازتنا في مدينة العالمين الجديدة، يعني اماكن الاقامة، هل الاقامة غالية ولا لا، الاسعار غالية زي ما احنا بنسمع ولا الاسعار منخفضة، فين الاماكن الترفيهية. احنا النهاردة جينا عشان نقول لكم ازاي تقضوا اجازتكم في مدينة العالمين الجديدة. اول حاجه بتاخد الاقامه بتاعتك في اي فندق او شاليه. في ناس كتير فاكره ان الاقامه في مدينه العالمين الجديده مرتفعه الاسعار. الحقيقه هنا في كل الاسعار، يعني في فنادق وشاليهات بتبتدي من 1000 و2000 و3000 في الليله لحد وانت طالع، كل مكان حسب سعره. منطقه العالمين الجديده هي بتخدم جميع الفئات اللي موجوده. هتلاقي عايز تقعد في حته بسيطه، تقعد تشرب حاجه، تتمشى على الممشى اللي موجود، تقعد تستمتع بالبحر، تستمتع بالجو، تستمتع بالفعاليات اللي موجوده هتلاقي. وهتلاقي طبعا الاماكن لو انت عايز تروح تقعد في حته، تاكل في حته محترمة مع براند عالمي، مع يعني تسهر سهرة حلوة، الكلام ده كله، كل ده موجود برضو في مدينة العالمين. بتاخد الإقامة بتاعتك وتنزل تستمتع بالبحر، وبحر العالمين يعني أجمل شاطئ في البحر المتوسط. المية الفيروزية الجميلة اللي بتخليك مش عايز تخرج من البحر. بجد خيال حلو قوي قوي، وانا ما بعرفش اصلا نروح ونسافر نصيف انا والولاد الا في العالمين او مارينا او الكرة اللي جنب مارينا. هي كل حاجه فيها تحفه بصراحه. هي كلها تحفه. احلى حاجه في مدينه العالمين بالنسبه لك ايه؟ كل حاجه فيها، والمهرجانات اللي بتتعمل دلوقتي وكده، كل حاجه فيها حلوه. بعد كده لو قررت تنزل وتاكل وتخرج في العالمين، فبما انها تابعه لمحافظه مطروح مشهوره بالاكل البدوي المعروف زي المندي وشربة السحاوي والمبكبكة اللي بتتعمل في الجرة، وكمان المشويات. ريحة الأكل البدوي هنا بتفتح النفس. الأكل بتاع مطروح، المندي طبعا ده أول حاجة بتبقى موجودة هنا في مدينة العالمين. هي تابعة لمطروح طبعا، مدينة العالمين مكان جديد جميل جدا، في المبكبكة، في المشويات عموما، كل المشويات، الكباب، الكفتة، الطرب، السجق المشوي، الحاجات دي كلها مشهوره بيها هنا، والمشهور بالاكتر المبكبكه والمندي. اما لو حبيت تخرج بعد ما تتغدى بتروح منطقه النورث سكوير، ودي اللي اتعمل فيها اغلبيه فعاليات مهرجان العالمين. المهرجان ده اللي عمل ترويج كبير لمدينه العالمين الجديده. المنطقه دي بيسموها المنطقه الترفيهيه، يعني تيجي هنا وتتصور امام الابراج الشاطئيه وتتمشى انت واصحابك، والمنطقه فيها كافيهات ومطاعم كتير، تقدر تقعد وتاخد القهوه بتاعتك وتستمتع بالمشهد البحر قدامك. والجو ما شاء الله هنا جميل. العالمين ما توقعناش كده، بس في تحديثات، في ان شاء الله تكون مدينه جميله. عجبتك المدينه؟ جدا جميله. الخروجات بالليل تقدر تتمشى على ممشى العالمين الجديده. الممشى طول 14 كيلو، وفي كافيهات ومطاعم كتير واماكن مجانيه تقعدوا فيها، وكمان تقدر تروح الحفلات اللي موجوده في العالمين، ده غير المولات الجديده. في طبعا فنادق كبيره جدا وتشينز عالميه موجوده في المدينه، فنادق كل المستويات، في مستويات 4 نجوم، مستويات 5 نجوم، في جودة في الأوتيلات مش موجودة في أي حتة في العالم، عندنا سلاسل عالمية موجودة. مدينة العالمين الجديدة حولتها أيادي المصريين في زمن قياسي من حقل ألغام لمدينة ترفيهية عالمية تصلح للسكن والحياة في كل فصول السنة، مش بس فقط في فصل الصيف. تعالوا زوروا العالمين. محمد سعد، مساء دي أم سي.